صباح الخير لكل مشاهدي الام تي في. مثل كل نهار سبت بيتجدد موعدنا بفقرة بيتس، واليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم، يمكن شوي صعب كومبيد للفكرة. عادة نحكي عن قصص مهضومة. رح أحكي مع جوش بير ضيفي، أهلا وسهلا فيك. عن الدوغ بيهيفير أو سلوك الكلب. هالموضوع يلي موضوع صعب كتير، مش كتير من الأشخاص بيحكوا عنه، ونحن حتى ببيتس عطول نحكي عن الأمور الحلوة أو الطريقة العادية أو المعترف فيها بتصرفاتنا مع الكلب، يلي منشوفها كل الأغلب الناس بتمارسها بقلب البيت، يلي هن الطرق الناعمة والرائعة. قبل ما نتصرف لازم نفهم الكلب، لازم نفهم شو هو الكلب وشو الباكجراوند تبعه أو من وين جاي هالكلب أساساً. هالتفاصيل كلها رح نسمعها منك اليوم، وكمان نستفيد من خبرتك مع الكلاب. أوكي. مثل كل حيوانات، الكلاب، البسينات، كل الحيوانات، كل واحد عنده طريقة تفكير أو طريقة عيش أو نمط معين بعيش فيه. الكلاب حيوانات بعيشوا بباك، بعيشوا بمجموعة، ما بعيشوا لحالهم. البسينات بعيشوا لحالهم سوليتير، الكلاب عايزين مجموعة. وإذا منشوف الكلاب لما يكونوا عايشين بين بعض بمجموعة، إذا بنقعد بنراقبهم ونتعلم منهم، بنشوف إنه على طول في ليدر، بيكون في قائد هو رئيس المجموعة. نعم. وتراتب هيراركي، بيصير في تاني تادي رابع خامس. هن الكلاب بعينوا بعض حسب كل واحد السترينجز تبعوله، في نقاط معينة بتخلي الكلاب يطلعوا بالبوزيشنز تبعولهم. هلا لما نحن بنفوت الكلب على حياتنا بالإنسان، بالمنطق اللي بيقول انه لازم اهم شيء الكلب لما بفوت دغري يعرف حاله هو انه باخر مرتبه بالهيراركي بين العالم، يعني انسان 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 بعدين الكلب. هلا هالشيء ما بيعني انه بنكون عم نحقر نحن او داون جريدنج اهميه الكلب، لا، بس لانه اوتوماتيكمون نحن عندنا الراس والتفكير، سو منطقيه انه نحن نكون الليدر على الكلب، لانه هو ما في يكون ريسبونسبل علينا، نحن بدنا نكون ريسبونسبل عليه. بالطبيعه في يكون ليدر لانه بيكون في حواليه غير كلاب كمان بيقدر يكون هو ريسبونسبل عليه. عايش ببيئته يعني، بيكون exactly بالطبيعه. عايش ببيئته. بس نحن اليوم بالبيت، وهون بس لنضوي انه الموضوع اساسه عم نعالجه اليوم هو لانه نحن اليوم لما بيجي لعنا الكلب جديد على البيت على طول بنعاني بالطريقة اللي بدنا نتصرف معه، بشكل انه نقدر نضل عايشين معه مرتاحين على فترة زمنية طويلة. يعني اليوم بنجيب الكلب بنعامله كأنه فرد من العائلة، وهيدا الغلط يمكن يلي عم نكون عم نرتكبه، لأنه التصرف اللي بنتصرف معه على أساس هو إنسان، وبننسى انه هو كلب وبيئته الأساسية مختلفة. ليكي بالأبروش أو إذا بدك بالمجمل فرد من العائلة بده يصير، لأنه العائلة هي باك. سو وقت جبنا الكلب صار فرد من العائلة، بس بتفرق بين انه نكون عم نتعاطى معه ككلب وبين انه عم نتعاطى معه كولد. نعم. لانه العقل البشري بيقدر يستوعب غير طريقه عن الكلب كيف بيستوعب. المهم بالكلب لما بده يفوت على المجموعه وعلى العائله انه يكون في بالانس بين ثلاث قصص، لانه بالنهايه الكلب اذا كان مزعج بالبيت منه مهضوم. مزبوط. يعني ما حدا بده كلب مزعج بالبيت. ليكون عندنا كلب متوازن بينه وبين حاله، في بالانس بدنا نعملها بين ثلاث قصص، في الافكشن، في العاطفه، في نيفو معين بالعاطفه بدنا نعطيه. مش كل الوقت الكلب بحضننا وعم نغنجو عم نغنجو، يعني اذا عمل شيء غلط معلي حبيبي بنغنجو، اذا خايف عم بيرجف معلي حبيبي بنغنجو، لانه الافكشن هي مش كانه عم نقول له الكلب برافو خليك بهيدي الاطاله اللي انت فيها. يعني اذا كان الكلب اجريسيف، عم يجرب اجريسيف كلمه كبيره، ما فينا نقول كلب اجريسيف، اذا كان عنده بيهيفير انه عم بعوي او عم بيهجم بده يعض، بنصير نغنجو ليروق، هذا غلط. اذا خايف من غنجو ليروق كانه عم نقول له خليك عم خايف، عم نشجع، يعني عم نشجع الاطاله اللي هو فيها، الحاله اللي هو فيها. نعم. هيدي شغله الافكسيون بده يكون فيها او مدراسيون بده تكون بطريقه معينه. اكزرسايز، لانه كل كلب عنده ليفل اوف انرجي معينه، في عندي كلاب كثير عندهم انرجي بده يطلعوها، في كلاب رواق. الاكزرسيس كثير مهم للكلب يطلع الانرجي تبعوله، لانه الكلب اللي ما بيطلع الانرجي تبعوله بصير فرستريتد، بصير عنده فرستراسيون، بصير من وراء هالفرستريشن عم بيصير بيهيفير هو منه مسؤول عنه الكلب، بس اكستريم مضطر يطلعه. وثالث شيء ديسيبلين، لازم يكون في ديسيبلين للكلب، يعني مثل كانه في ديسيبلين للولاد. نعم. بالبيت، يعني اذا اليوم
عندك ولد عم بيفتح الجارور بياخذ السكين يلعب فيه، انت مش لا يا مامي بتشيل السكين، على خوفك اوقات مثلا بتفعطي فيه لا شيل السكين، او يو ميك شور انه يفهم انه هيدا السكين ما بيلعب فيه. هلا مش ضروري تكون انت عم تضربيه للولد ولا عم تعيط عليه، بس في طريقه كيف يفهم انه هيدا ما في يلعب فيه. يعني بنفس الوقت المفتاح هون بالتواصل، كيفيه التواصل لنوصل الرساله المضبوطه للكلب. اكزاكتلي. هلا في كثير ناس بغلطوا بشغله واحده، بيفهموا الديسيبلين يعني صريخ وعيط وخبيط وهيك، لا، الكلب اللي بخاف he's not respecting and okay. The hierarchy, the leader يعني الرئيس ليكون قادر يلقط المجموعة بده يكون الكلب محترمه ومش خايف منه، لأنه لما بيصير في مرحلة الخوف الكلب بيعمل بلوكاج، يعني إذا عم بيصير شيء واحد بده يزبط له الغلط للكلب وعم بصرخ ويعيط الكلب بيعمل بلوكاج، so no way يقدر يفهم شو المساج. هي أكتر الطريقة الإنرجية اللي عم تطلع تكوني أنت سيريوز بالأورد اللي عم تعطيه، يعني أنه هيدي نو نو، مش انه مثلا قاعدين على الكنبيه نحن ما بدنا الكلب يطلع على الكنبيه، بيطلع من نزله اول مره ثاني مره حبيب انزل بعدين نقول خلاص اوكي طلع. يعني انت هون خسرنا، انت هون عم بتقول في عنا شغلتين مهمين بدنا ننتبه منهم، هو انه الكلب يحترم صاحبه يلي هو القائد مفروض يكون مثل exactly. ما انت وصفها، او يخاف منه. إيه الخاف، اذا بخاف منه خسرني للكلب، لانه ببطل في تراست، ولما الكلب يبطل يوثق فيك بيصير كمان عنده behaviors ما بدنا اياهم، يا بصير مثلا وقت يجرب يعض لانه خايف بده يحمي حاله، او بصير كثير بخاف بيقعد بينزوي ببطل integrated socially. سو هول الامور ننتبه عليها، البالانس بين هول الثلاث قصص الافكشن والاكزرسيس والديسيبلين، هول كثير مهمين ليكون عندنا كلب happy balance in his shoes. بس في شغله هون بدنا ننتبه منها جو، انا لانه مختبرتها شخصيا، اوقات الكلب لما منصرخ عليه بيتفاعل معنا او بفرجينا شيء بنفكر فهم، يعني كمان يمكن هون في البادي لانجويج لنقدر نفهم الكلب كيف عم برد علينا. يعني انا اليوم اذا وصلت الكلب عامل شيء غلط، عيطت وصرخت من دون كنترول، اذا بدك اوت اوف كنترول، الكلب انه هيك بتحسه فهم وراق وبعد او هو في شيء كثير ديتاي كثير مهم بالخبرية، الصريخ كتوناليتي كصريخ مش هيدا الشيء اللي بلاقه أو بعلمه على الكلب، إنه فيك تكوني عم بتصرخي على الكلب ببسط بس اشتقت لك حبيبي وصوت عالي وهيك، بنفس الوقت أنت عم بتصرخي. هو الكلب مش التوناليتي، هو الإنرجي اللي عم تطلع منك أنت. إذا الإنرجي تبعولك عم تطلع كونسيستانت سيريوز مثلا إنه هيدي لا خلص إناف، مش لأنه أنت بدك تضربيه أو تعيطي عليه، خلص هيدي لا، هو بيفهم الإنرجي، يعني بدنا نحكي معه للكلب ونكون نحن مصدقين بيننا وبين حالنا انه اللي عم نحكيه رح يفهمه، لانه هون ساعتها هو بصير يفهم علينا. بس اذا انت منك مصدقه حالك بالامر اللي عم تعطيه هو ما حصدق. اتس فيري بيزك. حلو كثير اللي عم نحكي فيه، بعرف هالامور هي امور كمان مثبته علميا على دراسات كثير صارت، رح نكفي نحكي اكثر عن هذا الموضوع، رح نحكي عن البادي لانجويج، رح نحكي كيف فينا نفهم الكلب ليطلع بالاخر معنا كلب متوازن نقدر نعيش معه بقلب البيت ونكون كثير مبسوطين معه، كل هالتفاصيل رح نكفي مع جوش بير فيها، ولكن من بعد ما ناخذ وقفه كثير سريعه. رجعنا مشاهدينا بفكرة باتس، وكنا عم نحكي عن dog behaviors أو سلوك الكلاب مع جوش بير. جو كنا عم نقول قديش المهم يكون للكلب متوازن، في عنده ثلاث أمور لازم يكون عم بيمارس رياضة أو يعمل exercise، في discipline أو كيف بده يكون محافظين نحن على الكلب بطريقة تصرفاته بالبيت، بنكون شوي strict ببعض من المحلات، وكمان الaffection أو العاطفة ما لازم تكون كتيرة أو نروح على الاكستريم فيها ونصير عم نغنج الكلب أغلب الوقت بالبيت، وبنفس الوقت ما تكون ناقصة لأنه منعدي، يعني الوقت منكون I seen in terms of discipline بوقتها ما بنعمل affection، لأنه هون وين منكون نحن firm، من بعدها من بعد ما ينسى الكلب انه صار فيه هيدي بنعيط له بصير غير ستيت، بنعيط له بنغنجه بنلعب معه بنعطيه هيدا العاطفه اللي هو بده اياها. So this is how we make balance between these two. هلا اللي عم يسمعنا بلاقيها كثير هينه، بس تعا تطبقها بقلب البيت صعبه، يعني اليوم منه هي نقدر نتفاعل قد ما انت عم توصف لنا الموضوع، ومن هيك بكثير من المحلات كثير من الافراد بيلجأوا للتريننج للكلاب، وهون المشكله الكبيره يلي لليوم بعد مش معروف اي نوع تريننج مزبوط. هل هو التريننج اللي عم نسمع عنه بيتسوق كثير البوزيتيف رينفورسمنت، او نكون عم نعامل الكلب من دون العيط ومن دون هيدا بس بنعطيه تريتس، يا اما السكول الثانيه القديمه يلي هي بتقول انه بدك تكون شوي اكثر ستريكت واجريسيف بطريقه ما بالتريننج تبع كلبك؟ والسؤال الثالث، هل فعلا فينا نودي الكلب ويرجع معلم خالص؟
اوكي رح بلش بثاني شيء اللي هو السكول. اوكي التريننج سكولز بالنسبه لي منهم للاوبيدينس تبع الكلب. نعم. لانه بس اذا فيك تفسر شو قصدك باوبيدينس؟ الطاعه، يعني اليوم الكلب ليطيعك او ليكون يتفاعل في معنا بقلب يتفاعل معك وليكون في عنده لغه، لانه بالنهايه نحن اليوم بنبني طريقه تواصل بينه وبين الكلب. اوكي وهيدي على طول بتكون يعني بتاخذ وقت حسب كل كلب قد ايه اسرع قد ايه شو ماري عليه، خاصه اذا كان ادوبتد اذا كان ابيوزد مش ابيوزد. بس بالمجمل الكلب في فتره مش حياة مش كلب وقت بيجي دغري بصير نحكي مع بعض، في فتره بدنا نشتغل عليها نحن والكلب سوا شخصيا، يعني شي 5-7 أشهر. هون بتكون هيدي اكثر فتره فيها كوركشنز، فيها تثبيت بوزيشنز، لانه الكلب بيكون بعد ما فهم انه هو تحت البوزيشن تبعولك انت اللي قادر. وانس ذس از سيتلد بصير another level of communication، بصير بتعقد، بصير الكلب خلص دغري بيفهم عليك، ما بتعودي عايزة تشتغلي على شيء معه، بصير كل شيء بدك تقولي له علاقة سهلة، بصير في تكنيك بيلقطها الكلب، تكنيك اوف كوميونيكيشن، انه اوكي هذه الطريقة اللي عم بيحكي معي، بصير حيلا شيء بدك تعمليه مع الكلب بيفهمه. اوكي. هلا when it comes to training schools، التريننج سكولز انا برايي بفيدوا بشغله هن للوركينج دوكس، يعني الكلب اللي بيشع الغام، اللي بيشيل كاجولتيز من الديزاستر كاتاستروفيز، هو اللي الكلاب عايزين يتمرنوا اند تو دو اكسرسايز على طول ليضلهم بالجو اللي هن بيشتغلوا فيه. هلا نبعث الكلب على المدرسه كرمال ست اب داون هيل هول الاخبار، منه كمبيوتر الكلب، يعني مش انه بعتني حطينا سوفت وير واجا واشتغلنا عليه، هي بالنهايه كمان اتس اور كوميونيكيشن معه، يعني معقول هذا الكلب وقت يروح بيجي بيعملهم، بس بيعملهم لانه معود على ذا واي هي واز تريند مع الترينر تبعوله. كثير بس ما في علاقه تواصل بينه وبين صاحبه؟ لا لا، لانه صارت مثل اوردرز. هلا يمكن يجي على البيت، يمكن يمشي مع صاحبه، يعني صاحبه يقول له ست يقعد اب هيدا، بس وقفت هون، لأن نحن ما بدنا انه بس وقت نحكي للكلب انه له اقعد اقعد. في كثير من بعض الاوقات بكون عم بيصير سيتويشن نحن فيها بدنا نقول له شيء للكلب، اذا ما كان معلمها بالتريننج سكول وما عنده هالكوميونيكيشن معنا ما حيرد عليها. سو تريننج سكولز منيح بحال از وركينج دوغ. هلا الشق البوزيتيف رينفورسمنت، هلا عم يخدرنا الوقت بدنا نقول انه هول كثير okay. بسرعه منا غلط بوزيتيف رينفورسمنت، بالعكس اتس ا جود تكنيك اند اتس ا تول، بس يعني هي وسيله منا اللغه، يعني هي نقول بس البوزيتيف رينفورسمنت بنعلم الكلب وبنعطيه بطريقه إيجابية. ايجابيه، بس مش اللغه على طول، يعني مش على طول كيف بدنا نتصرف مع الكلب بدنا نكون لحقينه بالتريتس، وبدنا نكون لانه نحن معودين نقول انه الكلب هاز انكونديشنال لاف، يعني منه مصلحجي. تريتس يعني عم نعمله مثل الانسان، يعني عم يصير مصلحجي، ونحن بنجيب الكلب وبنحبهم مثل ما هن وبحبونا من دون غايه، ما بدنا اياهم يصيروا انسان. سو البوزيتيف رينفورسمنت منيحه بحال في شيء على السريع بدك تعمليه مع الكلب، بدك تزبطي له بيهيفير، بس مش ما على فتره بس زمنية. مش منا اللغه التواصليه مع الكلب ابدا. هذا الموضوع الهيئه بدنا نرجع نستضيفك مره ثانيه ونحكي عنه لانه موضوع متفرع. ميرسي كثير على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. الدوغ بيهيفير عالم بحد ذاته، اكيد رح نرجع نحكي عنه. بدي اتشكرك كثير جوش بي. هيدي كانت مشاهدينا حلقتنا اليوم ببيتس، وقفه من بعدها بنتابع بكوكينج.